أحاول الالتزام، ولكن أهلي يقولون احلق اللحية، وعندما ينصحون يقول خلك بنفسك أو مالك شغل، ماذا أفعل؟ لا تطيعهم، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني تطيع والديك، تطيع أخاك الكبير، المرأة تطيع زوجها فيما لا معصية لله تبارك، فإن أمرها أو أمره بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة أبدا، لا يطاع مخلوق في معصية الله تبارك وتعالى.